مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. معكم اخوكم عليكو. اليوم عملت لكم مقطع كثير رهيب راح يعجبكم. طبعا هذا المقطع راح يكون شوي طويل بس ولا يهمكم، انا لعبت عليه كثير وفي كثير شغلات حلوه راح تعجبكم. عباره هذا المقطع مسابقه، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك، راح تشوفوا، واهم شيء تشوفوا للاخير، المقاطع الاخيره كثير كثير بتجنن. يلا بترككم على المقطع، لا تنسون اللايك والشير من قناة الفيسبوك واليوتيوب. أهلين شباب، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. مثل ما كنتم شايفين شباب على العنوان، اليوم راح نعمل مسابقة للأسئلة والجواز هي للفاير باس. مثل ما كنتم شايفين أخونا أبو حمد هو اللي اسمه أنيق، طبعا هو راح يعمل يطرح الأسئلة. أوكي يلا أبو حمد. حبيبي حبيبي، أهلا وسهلا يا شباب، كيفكم؟ إن شاء الله بخير، طمنونا عنكم. نحن بدينا بسلسلة أو مسابقة تقريبا، رح نشحن الفاير باس جديد هذا تقريبا 10 أشخاص أو 15 شخص، يعني نقدر نقول 15 شخص تقريبا. فعندنا ثلاث أسئلة تقريبا محرجة شوي، فأنت تقدر تجاوب على سؤال واحد وتربح معنا، أو تقدر تنسحب، يعني إذا ما بدك تجاوب تقول أنه أنا خلاص انسحبت. تمام. فأول أول متسابق إن شاء الله راح يربح معنا عائشة. عائشة من وين؟ من تونس. عائشة من تونس، فإن شاء الله تكون الرابح الأول معنا. فيا عائشة، الله يجوزك يا عائشة. آمين وجوزك أنت يا رب. يلا يلا يا شباب، يلا منك الله يخرب مخك. المهم نبدأ، عندك ثلاث أسئلة يا عائشة. أول سؤال، يعني هو أول خيار، يعني مو سؤال، ف أول شيء هو نفس الشيء كل هواء. هو في خيار وفي سؤال، يعني هيك مخبوصة. يلا ماشي. فتقدر، هو أنا رح أبسطها عليها ما رح صعبها. فأول سؤال تحكي لنا اسم يلا أمك. يلا عائشة ركزي. اسمع، أول سؤال بتحكي لنا اسم أمك. طبعا أنت بتجاوبي على السؤال واحد. ثاني شيء بتغني لنا. ثالث شيء بتحكي لنا اسم حبيبك وكيف عرفتي، يعني كيف تعرفتي عليه. حبيبك ركزي عائشة، حبيبك. فأنت شو حبيبك. يا بتغني لنا، يا بتحكي لنا اسم أمك، يا بتحكي لنا شو اسم حبيبك وكيف عرفتيه. هاي حبيبك عايش. ايوه خلاص يا اخي، خلاص يا ستوري سكوت شوي. يلا راح نبلش مع الناس. اختاري من هذا واحد من الاسئله يا عائشه. يلا نتركك ثانيتين تختاري واحد من الاسئله. لا خلوها تختار. يلا يلا خذي وقتك. خليني افكر شوي. ماشي خذي وقتك. يلا شو بدنا نضيع خليه تفكير. خليه يفكر. شو جوا شو جوا. يلا يلا عايشة. يلا 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 فك فك. يلا صوتي مش حلو. شو نعمل لك يعني؟ اختاري واحد من الثلاثة يخرب بيتك. يلا خلوها تحكي يا أخي. تفضلي. حكيت لكم صوتي مش حلو، ما فيني أخبركم بس حبيبي كيف عرفتوا. فيني أخبركم كمان تيم أمي، يعني للأسف راح تغني. يعني لا صوتي مش حلو، راح تضحكوا علي. أي شيء أي شيء أي شيء، ممكن أي شيء. لغني أي أغنية عادي، لو كلمتين ثلاثة مو مشكلة. يلا راح تضحكوا. لا أنا ما برغني. لا 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 ما راح نضحك. تفضلي تفضلي. يلا أنت أي أغنية، حتى لو حتى لو يعني بستون بلهجتك عادي. لا 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 تخجلوني. لا والله لا ما راح نخجلك. لا لا بالعكس، يعني مسابقة وهالشي شيء جديد، يعني بضحك، يعني بدك تفوزي معنا يعني. ف اي مزبوط عادي، غني اي كلمتين ثلاثة مو مشكلة. اللغنة اللي تعرفيها. جملة انا بضل بجملة. لا لا كل ما يخالف. يلا احكي غني. لا والله صعب علي. لك اي شيء اي شيء. الله اكبر مو صعب. أي شيء أي شيء، مثلاً أنا بغني عادي. ومن شباك ترمي لك حالي. ترارارا. أيوة يلا عادي عادي
اي شيء اغني يلا عندك الدب هذا نعجاتك حوشي نعجاتك الله يسخنك يلا عائشه طولنا يعني يلا انا ما فيني اغني والله اسف انا والله طيب شباب عندكم شيء سؤال هيك سهل انا بسأل لا لا تسال علي يسال انت السؤال خلونا نسال خايفين مني اوكي عائشه اسال اي سؤال السؤال عادي. هو اين تقع عاصمه واشنطن تفضلي اين تقع عاصمه واشنطن يس هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع مش منه اي حاجه لا ده هو قالها هو انت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا خليني افكر شوي ماشي فكري السؤال سهل يا اخي مو مشكله هذا السؤال سهل يا اخي اين تقع عاصمه واشنطن منطقه عادي من بلدها مو مشكله عادي طب ماشي اي بلد مو يا اخي اين تقع عاصمه واشنطن سهله يا اخي انت انسان طيب كثير الله يسعدك طيب من بعك اوكي اوكي شباب السؤال هو راح يكون اين تقع عاصمه سوريا تفضلي عاصمه سوريا هي دمشق الله اكبر عليك سافونا جابت اعطوها ورد اعطوها ورد تستاهل ربحت معنا ورد ربحت معنا لورد اعطوها ورد كمان شماوي ترجعها تبى ترجع اعطوها ورد اعطوها ستوري اعطوها ورد كمان 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 شماوي ترجعها الله اكبر شميها ورجعيها شميها ورجعيها ستوري خذ الورد تبعك ما بدها ترجع خذها 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 لا يا عائشة هذا كان مقلب كنتي معنا بمغلب كنتي معنا بمقلب والله انا ما اعرف اخبيها اعطوها ورد اعطوها ورد لا حول الله يلا راح نشوفكم راح نشوفكم مع المسابقة الجاي خلصت de 45 años 7 años pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, ¿hago yo? ¿Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso? ¿Sí? Ok, معنا مسابقة رقم 2. أول سؤال تحكي لنا اسم أمك. ثاني سؤال بتغني لنا ثالث سؤال لا ما بحاول لا اسمعي ثالث سؤال اسمعي ثالث سؤال بتحكي لنا شو اسم حبيبك وكيف عرفتي انت اختاري اختاري سؤال واحد من اللي سالتك اياهم عادي ترى بجاوبك على الثلاثه لا واحد بس مو مشكله اعطيه الثلاثه خلاص اوكي سؤال شو اسم امي يعني تفضلي ايه براحتك عاشت الاسامي الله يخلي لك اياها السؤال الثاني غني. السؤال الثاني بتغني لنا والله ما بغنيكم خلاص اوكي الثالث ما في انا جاوبت على واحد لكن بس انت حكيتي ثلاثه انت حكيتي ثلاثه اوكي واحد واحد انت حكيت الاول واحد خلاص اوكي المهم يا شباب وربحت معنا الغدارة اعطوها ورد يا شباب اعطوها ورد اعطوها ورد اعطوها ورد مبروك عليكي مبروك عليكي يا غدارة احلى وردة شميها ورجعيها شميها ورجعيها يا شباب خذ الوردة منها اذا ما رجعتها خذوها منها اذا ما رجعت الوردة خذوها يا بس شمها وترجعها خذوها يا جماعة اعطيها ورد اعطيها ورد اعطوها ورد كمان شباب تستاهل فازت معنا مبروك عليك الورود Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella.
كنتي معنا كنتي معنا بمغلب يا حرام يا حرام يا حرام. لا تبكي تبكيني يا بعد عيني لا تبكي تبكيني يا بعد عيني. يلا اوف انا اقول انها بايلينا يا بيت انا بنت بايلينا اوكي يا حلوين رح نكمل المسابقة مع الأنيق والأسطورة ومعنا اليوم أسطورة هو المسابق الجديد اوكي رح نترك الأنيق يشرح له المسابقة يلا جو هلا والله يا شباب ومعنا الأخ والصديق عبد الله أسطورة إن شاء الله اليوم بيربح معنا جائزة $15 بطاقة طبعا ويتصرف فيها فنسأله سؤالين عبد الله نسألك سؤالين وأنت تجاوب على واحد براحتك أو فيك تنسحب هو سؤال عادي يعني ما في شيء مزبوط تمام فأول شيء ياب تحكي لنا اسم حبيبتك وكيف تعرفت عليها أو بتغني لنا اختار واحد يعني سؤال واحد بس أنت بتختار يا السؤال الأول يا السؤال الثاني على كيفك يا تغني يا تكون جاوبنا أوكي ايش حبيبتي الحين زعلت لا اغني احسن مثل ما بدك حجي لازم تغني لمده 30 ثانيه اوكي راح شغل الصوت ماشي مو مشكله اللي بيقدر عليه واللي بيعرف يعني غني لتشبع يعني طلع كل اللي بقلبك يعني ماشي طيب شو بدي اغني اي شيء اللي بدك مثل ما بدك يا اخي خيو اقول لك اسم حبيبتي شوي عادي لا غني اسمع انا اقول لك عبد الله غني احسن غني هاي ستوري هل شو بتغنيها هاجر هاجر يلا روح عوشي عن ذاتك عوشي عن ذاتك قبل شوي يلا شوي غنماتك شو صارت عن ذاتك اوكي ستوري اسطوره يلا غني اللي تعرفه عبد الله يلا اقول لا لا ما غني اسم حبيبتي عادي غني يا اخي والله صوتك حلو يا اخي اسمع بدك تحكي لنا اسم حبيبتك وكيف تعرفت عليها يعني تشرح لنا هاي يلا تفضل طيب اسم حبيبتي نور اهلا وسهلا الله يخلي لك اياها عشرة اسامي منورة بوجودك طبعا على راسي من الجزائر تعرفت عليها على طريق المدرسه هون عندي بالجامعه يعني حلو 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 وصل لي معها شهر سنه وثمان اشهر ما شاء الله الله مبروك مبروك الله يجوزك الله يجوزك تربح معنا احلى ورده احلى ورده لعبد الله احلى ورده عطوا ورده عطوا ورده حطوا ورده شو ما ورجعها شو ما ورجعها شو ما ورجعها شو ما ورجعها بسرعه رجع 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 ان شاء الله بيتنا تقول على العالم مو بالله كان مقلب يا عبد الله كان مقلب والله عندي ابن اسمه كبير حبيبي حبيبي مبروك عليك مبروك عليك الوردي مبروك عليك الوردي اكلت المقلب والله اكلت المقلب يا اخي عارف والله عارف انه ما في يعني سؤال معقول يعطي واحد من 15 جوال شو عادي بداك والله غنم بالله هلا حبيبي دقيقه والله قدر الدورة يا زوي يا ماريا اوكي شباب هذا صار مع المشترك السابع لهذه المسابقة اهلا وسهلا بك اخونا مرشال اهلا وسهلا اهلين اهلين حبيبي اهلين اوكي يا مرشال راح اترك اخوي الانيق يشرح لك المسابقه اوكي يلا تفضل انيق ايوه تفضل حبيبي مرشال هلا بك والله عندنا مسابقه شحن الفاير باس نسالك سؤالين بتجاوبنا على سؤال واحد ايوه تمام نعم اول سؤال تفضل تحكي لنا اسم حبيبتك وكيف تعرفت عليها ثاني شيء اذا بدك طبعا طبعا مثل بدك انت حر يعني بتغني لنا
بتغني او تغني اي اغنيه، اي اغنيه بدك اياها، اي اغنيه تعرفها، عربي اجنبي براحتك. شو بدك؟ تفضل. السؤال الاول كيف عرفت حبيبتي؟ على حبيبتك. ايوه، شو اسم حبيبتك وكيف تعرفت عليها وانت لساتك معها ولا لا؟ يلا، او بدك تغني اي اغنيه مثل ما تحب، انت حر. مو مشكله. خلاص صح، جاوب لك جواب السؤال الاول. يلا تفضل. طيب. عم نسمعك. حبيبتي اسمها فاطمه. عاشت الأسامي. عاشت الأسامي. سافولو شباب، سافولو سافولو سافولو، ما شاء الله، سافولو ما شاء الله. أوكي، كيف تعرفت عليها؟ عليها في المستشفى. شو هو؟ هاي تعرفت عليها على المستشفى؟ يعني مع بعض لقينا أنت وياها، مع بعض وتزوجنا وصبنا طفل. ما شاء الله، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. ما تربح معنا، أعطوه وردة، أعطوه وردة، أعطوه وردة. سافولو سافولو، أحلى وردة، أعطوه وردة كمان، أعطوه وردة. خذها وشمها، خذها وشمها، خذها شمها ورجعها، شمها ورجعها، رجعها رجعها، قلنا شمها ورجعها، شمها ورجعها، رجعها رجعها. حبيبي حبيبي، أكلت أحلى مقلب مننا. كنت معنا بمغلب، حلو المقلب. مو عادي، مو مشكلة، عادي. ماشي. كان مقلب يا أخونا، أهلا وسهلا. طبعا راح تشوف هذا المقلب على اليوتيوب، أوكي؟ تدخل على قناة اليوتيوب راح تشوفه، أوكي؟ أيوة أيوة، أوكي يا أخوي مرشد. Thank you so much. لا تواخذنا، يلا منشوفكم مع المشترك التاسع ولا التامي ولا منسيت. يلا جو يا حبيبي، يلا جو معنا المشترك السادس يا حلوين. راح نترك اخونا لانيق طبعا مثل كل مره يشرح المسابقه. يلا يا لانيق. اهلا وسهلا شباب، اليوم معنا مسابقه الشحنه الفاير باس 15 شخص، ومعنا المتسابقه خديجه، وان شاء الله تربح معنا. بنسالك ثلاث اسئله يا خديجه، او سؤالين، مو مشكله، سؤالين سؤالين ولا يهمك عشان ستوري. يلا اوكي، نسالك سؤالين، تجاوبين على سؤال واحد بس. خديجه. نعم. هاي لك. شكرا شكرا شكرا. يلا خلينا نسال يا خديجه. اول شيء بتحكي لنا، طبعا الخيار لك براحتك، تجاوبين على الاول ولا الثاني مثل ما بدك. تحكي لنا اسم حبيبك وكيف تعرفتي عليه، او بتغني انت بتختاري. بس يا اخي اسكت، جد اوكي براحتك، انت بدك، انت براحتك مثل ما بدك. كيف تعرفتي عليه او بتغني اي اغنيه تعرفيها، مو مشكله. اول حاجه ما عندي حبيب، ثاني حاجه ما اعرف اغني. اوه نو، خلاص معناها غني اللي اي اغنيه بتعرفيها، مو مشكله، عادي كلمتين ثلاثه اربعه، مو مشكله. على السريع، على السريع، بالعربي الانجليزي، شو بدك شو بدك، فرنسي بكيفك، مثل ما بدك. تفضل غني اجنبي. طب يلا مثل ما بدك غني. امينيم ويانا. اركسوا شباب، هيك سووا، اعملوا هيك، اعملوا هيك، يلا شجعوها. يلا يلا يا خديجه. لا لا غني عربي عشان تفهموني. طب راح يلا اختاري اغنيه من عندك طرب هيك تكون معروفه. انت مثل ما بدك، مثل ما بدك، مثل ما بدك، اي شيء عندك مو مشكله. يلا مو مشكله، يلا يلا اوكي. ارقص علي، ارقص شجعها. ارقص. يلا عم نرقص. ايوه ايوه، ما عندك غير هالرقص اللي يخرب مخك. ايوه ايوه هي، ايوه ايوه، يلا تفضلي، شجعوها شجعوها. لا جبلي جبلي نسكر. اسكتوا ارقصوا اسكتوا. يلا 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 يا خديجة، يلا can do it. عم نرقص على الفاضي. أي شيء بتعرفي، أي شيء، أي شيء بتعرفي، أي شيء بتعرفي. يلا 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 خديجة، متشجعوني بس ما ماش إيش في بالي ولا أغنية والله. طب ماشي، شو تحبين نغني؟ اسمع تبع فرنسا، تبع شو؟
سعد المجرد. سعد المجرد. سعد المجرد. يلا يلا جو. لما نشكي حالي للي شغلتي بالي بنت سهرة ليالي مخممة فيك. لما نشكي حالي للي شغلتي بالي بنت سهرة ليالي مخممة فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا سأل. يلا عطوها وردة. عطوها وردة. أنا أحلى وردة. أحلى وردة. أحلى وردة. أحلى وردة. أحلى وردة. عطوها وردة. عطوها وردة. عطوها وردة. شميها ورا جاية. شميها ورا جاية. شميها ورا جاية. سوري. آي آي. شميها ورا جاية. ما في بيننا عند الإحساس اشتغل شوية. تفضل. تفضل. ما شاء الله على صوتك ما شاء الله ربنا يحمي لك الصوت يخلي لك الصوت مزبوط صوتها حلو صوتها حلو مزبوط عن جد روعه احنا كنا بنمزح بس صوتك خلاني ياخذ الموضوع جديه اكلت المقلب اكلت المقلب يا المقلب يا اخي اخذت المقلب يا عدي يعني المقلب انت عملت فينا مقلب انت اللي عملت فينا مقلب شكرا شكرا كفو كفو جد بجنن ما شاء الله عليك اسمعك والله يا علوش لرجع حالك اوكي شباب مثل ما شفتوا المقلب تم المقلب بنجاح بس مش عم بضحك انا ما حسيتي لا حول ولا بس شباب طبعا شباب مثل ما شفتوا ما شاء الله عليها يعني غنت منيح ولعبت اللعبه بس كان مقلب يلا راح نشوفكم مع المشترك الجاي على فكره ولا انا عندي فاير باس شحن وانا راح اصوت لك يلا راح اصوت لك لك على ذا بويس سجل بالسوبر ستار وانا راح اصوت لك ستار قدم وراح اصوت لك وين ما تمشي انا مصوت لك ما شاء الله سعد 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 ان شاء الله ان شاء الله خير يلا راح نشوفكم مع المشترك الجاي شكرا لا تواخذينا لا تواخذينا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا شباب كيفكم ان شاء الله بخير اليوم معنا المتسابقه الرابعه اللي هي الجنيه عندنا مسابقه على الفاير باس تقريبا نشحن ل 15 شخص مظبوط فراح نسالك جنيه نسالك ثلاث اسئله فسؤالين سؤالين ولا يهمك عشان علي فبتجاوبين على سؤال واحد اوكي وبتربحي الفاير باس لا 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 جوابه سهل ان شاء الله ان شاء الله السؤال الاول يعني بتحكي لنا اسم امك او بتغني واختاري انت يا بتغني يا بتحكي لنا اسم امك مزبوط طيب لا لا ما راح اغني راح احكي اسم امي احسن ثواني ليش ليش بالعكس العراقيين صوتهم حلو صوتهم حلو ما شاء الله حازم الساهر وحاتم عراقي وشو اسمه الثاني هذا الثالث يا اخي شو اسمه هذا الثاني يعني صوتي مو حلو لا صوتك حلو صوتك حلو باين عليك يلا طيب ممكن هذا السؤال الثاني ترى عادي حتى لو كلمتين ثلاثة تغنين ما في مشكلة عالسري يعني كلمتين ثلاثة عالسري يعني ما في مشكلة يلا طيب اطلبوا اخذيه شو نحرق شو انت على كيفك على كيفك بس يا اخي شو عم تحكي انت مو لهالاغاني يا اخي شو عم تضبط معي على كيفك جنية خدي وقتك شو اسمي شو لا لا ما بعرف نفس الزيتون انا ما اعرف مين هذا زيت زيتون يا اخي مين هذا زيت الزيتون قدم السهر غني لك قدم السهر يلا قازم سهر الله يخرب مخك سوري يلا طيب حتى كلمه كلمتين ثلاثه عادي على السريع على السريع
يلا اطلب اغنية انا بغنيها. طيب على مزاجك. على مزاجك شو الاغنية اللي تحبيها اعملي مثل ما بدك. يلا يلا اغني لك محمد السالم مثل ما بدك. غني لعمر سالم كمان. مين؟ يلا يلا خلص غني غني ما عليك. لك والله بستحي يا اخي ما بعد صوتي ما عم يطلع. اي شيء مو مشكله. مو مشكله على السريع على السريع. ايوه وتشجعني البنت تشجعني. يلا شجعوها شجعوها خلينا شجعوها. يلا شجعوها شجعوها. يلا طيب اثنين ثلاثه. يلا جو. والله ما بتطلع الاغنيه ما عم تطلع. لا حول الله. ثلاث كلمات ما في مشكله. ثلاث كلمات. ثلاث كلمات على السريع. اوكي اوكي يلا. واحد اثنين ثلاثه كيو. اذا رايح خذ عطرك خف اشتم واتذكرك اريد بخير ابقى ومع حبيبي. الله عليكي الله عليكي. اربعي معنا احلى ورد. اعطوها 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 ورد. مبروك مبروك عليكي. مبروك عليكي. مبسوطه مبسوطه. حطها بالزهريه. حطيها بالزهريه. ايوه هي. الله. لا لا حلو ما كنتي معنا. كنتي معنا مباشر. كنتي مع... لا ما في. كنتي معنا بمغلب. كنتي معنا بمغلب واكلتي المغلب واخذتي الوردة. ثواني اهم شيء شميتي الوردة ورجعتينا اياها. ماشي. لا تغلتها بالزهرية بسيطة يعني. ماشي. لا نحن مو عاد بس راح اعطيك على اليوتيوب اوكي. طيب انت تعرف اني كبرار بنت بايدر اكن انت قال ابو بيته لو كما جيبه جو باسويت اي يا ابو رسيلا playa